واصلوا توا ونحب نتحدث على النشاط الجمعياتي والإنسان. أنا كي نشوف نشاطك الجمعياتي وحتى الاختصاص الأخير هذايا بالنسبة للطب القلب الرياضي واقتراحاتك يعني الحلول اللي هي طبيعية واللي مش مكلفة، وكذلك ثم جائزة اللي ممكن نتحدث عليها، يعني هو أنه جائزة للعمل المتميز في الفيزيولوجيا الكهربائية رسالة الإلكتروفيزيولوجي في البلدان النامية، معناها ثم حلول اللي عندها قيمة في الدول النامية للمواطنين اللي ما عندهمش فلوس، للناس اللي كيفاش ينجموا يحافظوا على قلبهم، أو أنه إذا كان صارت لهم إصابات كيفاش يحافظوا على قلبهم وهما رغم اللي هما مرضى باش يعيشوا أطول وقت ممكن. شوف، هي النشاط الجمعياتي أنا في نظري طبيب عنده مهنة طبية وعنده مهنة اجتماعية مربوطين ببعضهم، اجتماعية إنسانية، هاي إنسانية من تنجمش تفرقهم من بعضهم. ولذا بالجمعية التونسية الفرنسية لأمراض القلب وقت اللي لقيت شهرة كبيرة ولينا نعمله كل عام، معناها مؤتمر في بلاد من المغرب العربي، مرة في تونس ومرة في الجزائر ومرة في المغرب ونعاوده. وبعد قلنا توا نحن نعاونوا في بلداننا، علاش ما نعملوش ودادية الأطباء من أصل مغاربي بفرنسا؟ دونك عملنا لميكاد دي ميسان دوجين مغربين دي فرانس اللي لمت برشا، نحن 3000 طبيب فيها ما شاء الله. دونك الودادية هذه معناها تكون في الأطباء اللي جوا من تونس ومن الجزائر المغرب بحسب التقدير وبحسب حسب الإمكانيات، وتكون في تونس في فرنسا ويتكون زادة في بلادنا بلداننا تونس الجزائر الجزائر المغرب. وقت اللي شفنا اللي محسوب الجمعيات هذه جمعيات واجبة وناجحة، خزرنا اللي ثم جمعيات في فرنسا علمية يا أخي ما عناش فيها حظ يا أخي. وليت أنا شاركت في انتخابات باش نولي رئيس في الجمعية الفرنسية لأمراض القلب لابليوتانس، من يلزوك باش تخدم أكثر باش أي يا أخي. ترشحت ترشحت، وفي الحقيقة معناها النجاح فيها صعيب لأن الفرنساويين الكل يقول في بلادهم الجمعية الفرنسية، ما عادش الجمعية التونسية الفرنسية ولا الجزائرية الفرنسية ولا المغربية الفرنسية، لا هذه فرنسية فرنسية لا بلو هوت انستيتيوشن دو كارديولوجي فرونسيز. يا أخي يا أخي من أحسن حظ نجحت، مش نجحت، نجحت ب 100% اللي صوتوا 100%. يا اخي وقت اللي دخلت في الـ في الـ في, الـ في الجمعيه رئيس من الرؤساء في الجمعيه الفرنسيه في الاختصاص هذا، في الاختصاص نتاع تاهيل امر القلب وامر الرياضه وقتها عملنا جمعيه اخرى اسمها الجمعيه الفرنكوفونيه لوقايه امراض القلب. بما اني رئيس الجمعيه الفرنسيه حطوني رئيس في الجمعيه هذه، وليت رئيس في الجمعيه الفرنكوفونيه لامراض القلب وهو رئيس في الجمعيه الفرنسيه لامراض القلب. يا اخي عندنا شهاده، نحن الشهاده هذه مطلوبه برشا في فرنسا، وقت اللي واحد يحب يسجل فيها يحب له 3 سنين و 4 سنين وهو يستنى من كل بلاد يقبل واحد. يا اخي انا ماني عندي معناها موقع في رئيس في الجمعية الفرنسية وموقع رئيس الجمعية الفرنكوفونية، قلت له عندي انا مبادرة. المبادرة قلت له شوفوا نمشي. وقتها وليت مع السي علي متراوي، وليت
طبيب في استاذ في جامعه سوسه, عميد كليه الطب بسوسه, عميد كليه الطب بسوسه, اصيل القيروان, اصيل القيروان وصاحبي وصديقي وناس متصورش في العقل قديش يحب البلاد وقديش يحب قديش وطني. عيط لي دونك وليت استاذ في سوسه, وليت بمن استاذ في سوسه استاذ في فرنسا ورئيس الجمعية الفرنسية لأمراض القلب في التأهيل أمراض القلب ورئيس الجمعية الفرنكوفونية في أمراض القلب. قلت لهم تعرف كيفاش نحولوها لتونس, نعملوا ديلوكاليزاسيون, يولوا يسجلوا في تونس ويقروا في تونس, والأساتذة هم بيدهم يجوا يقروا في تونس, والبرنامج هو بيده, ونعملوا كونفونسيون معنا اتفاقية ما بين الجامعات الزوز, ويأخذوا مش هو دبلوم متعادلة, لا يأخذوا زوج شهادات, يأخذوا شهادة من فرنسا وهمار مدخلها ويأخذوا شهادة من تونس. معناها نربحوا حاجتين, نربحوا اللي يسجل يولي الماديات متاعه كي تكون ناقصة شوية من جمشي بشي لفرنسا, خاطر غالبا يجي لتونس أرخص شوية يبقى في فرنسا. والحاجة الثانية اللي نكونهم في إفريقيا يبقوا في إفريقيا, خاطر نبعثوه غادي يتكون يبقى غادي, اي صحيح, يولي يبقى هنا. وتوا عملناها من عام 2018, كوننا 150 طبيب متخصص في الامراض هذه من 16 دولة افريقية. تو المرفات جيت نقرر في سوسة عندنا 12 جنسية, ثم الجام من ليزونتي, وثم الجام من فرنسا, وثم الجام من امريكا. عمل 12 ساعة بجا وقت السهلاته الوطنية واحد تسمعها مسجلة, قلت له 12 ساعة برشا ترجع, وكان قال لها بيسير نرجع للإفادة نرجع. وهذه الجمعيات معناها العلمية شوي, ثم جمعية مهمة جدا لأن في فرنسا في نظرهم هما يعني فرنسا خاسرة أكثر بالنسبة للهجرة متاعها, ونحن في بالنا في نظرنا اللي الهجرة هي معناها باهية لفرنسا, وهي معناها تزيد لفرنسا, تزيدها معناها علميا وتزيدها حتى ماديا وتزيدها, خاطر هما في بالهم الإميغراسيون قاعدة تصرف وكهوة ما تكونش. نحن نحب نوريهم اللي الإميغراسيون تكون وتصلح للبلاد وتخدم للبلاد حتى فرنسا. دونك عملنا الكلوب دو 21 سيكل, الكلوب دو 21 سيكل معايا سيتي حكيم القروي سيتي عمو كان وزيرنا لهنا, كان وزير لون دكتور حمز قروي, ناس ملاح, وهو كان لا بلوم دو رافان, هو اللي يكتب لي ديسكور نتاع رافان بريمي مينيستر. دونك عملنا عملنا الكلوب دو 21 سيكل, هذه معناها جمعيه, والجمعيه هذه فيها كان معناها ثله مثقفه وعندها موضع كبير في فرنسا من كل الجنسيات, من اصل تونسي, من اصل فرنساوي, من اصل شينوا, من اصل جزائر, المغرب, من العالم كامل. نحن وقتها 20 يا اخي, ضد صيت كبير بدي اتحدث عليه, ولينا كل عام نستدعو المترشح لرئاسة الجمهورية باش يحدثنا شنو البرنامج نتاعو للهجرة وللمهاجرين. وهكاك شفنا ساركوزي وشفنا اسمه هذا كان غويال, سيغولان غويال, وشفنا اسمه ذاك أولان, وشفنا دونك يولوا كنا أصحابنا, فهمت؟ مش أصحابنا ولكن معناه بحسب القرب الجسدي, تبقى قدامك وتتحاور معاه وتسهل وش مش تعمل وكل شيء. يا أخي ولينا نجمنا ندفع ناس في السياسة في فرنسا بالكلوب اللي أنتي مسكرة راشدة داتي, أي نحن حطيناه كانت معانا اسمها ذيك جنات بوغراب كانت معانا هكا غزماك لك حنا كلام عن طريقكم عن طريقنا نحن كانوا معنا في الجمعيه السلطه اي يخرجوا خلطوا ولينا نحن لمينا ثله عندها وضع كبير وعندها
شخصيات في فرنسا، فهمت ولا؟ وقت نستدعو رئيس الجمهورية ونستدعو معناها، وبعده لنا نستدعو حتى معناها رؤساء نتاع شركات كبيرة ونحاور نتحاور ما مش تنجم لا مش تعمل كي واحد يسيد ليميغراسيون جاي من الهجرة وعنده معناها شهادة كبيرة، كيفاش ينجم يدخل الشركة متاعك، كيفاش تنجم تعاونه باش يوصل باش تولي ثم ازدواجية في الشركة متاعك، ونشرحوا له الازدواجية ذيك تولي معناها ربح اللي هو وبرشا رجل ماكا كان يعمل في TF1 يعمل الانفورماسيون TF1 افنتور هذاك كان معنا، واسمه ذيك غماياد اللي كانت وزيرت مع وزير الخارجية وتوا في الدبلوماسية. دونك بالحكاية هذه بالكلوب دي فاتيني مسياك يا أخي دخلنا في السياسة ونا ترشحت ترشحت في 2008 2008 باش نولي مستشار في 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 بلدية باريس بلدية باريس 18 ونجحت قعدت 6 سنين حتى 2014 و2014 ترشحت في تونس الافاق ونجحت وليت الحقيقه وان ترشح ننجح الحمد لله طب تو بطلت ما عادش نترشح به نحب نوصل توا للكتب اللي اصدرتها واللي لاحظت انا خاطر ماكش تعرف نمشي نعمل شويه بحث هكا على الانترنت وكل على الكتب اللي تكتبتهم ما شاء الله معناها ثم واحد من الكتب اللي ما عادش موجود توا معناها اللي مش لاقينه في السوق لانه ايبويزي وثم مثلا الكتاب الاولاني لو بريسي دو كارديولوجي انترفونسيونيل انترفونسيونيل تداخلي هكا نجم ترجموها يعني اي هذا يعني كتاب في طب القلب في القسطره الكتاب هذا في 2021 والاخرى 2018 2021 فيه يعني لميت خبرة 80 من العالم 80 خبير معناها في الـ في الـ في الاختصاص واللي شفتك احصائيه صغيره انهم هذوما في كل سنه يعني تقريبا 500 الف تدخل طبي معناها عدد كبير ياسر نجبت حتى هذا بسرعه على الكتاب هذايا شوف والله شوف الكتاب الاول 2018 كي تشوف انت زوج كتب اي هما معناه مرتبطين بالأقسام تاعي اللي كونتها أي. عملت كل معناه كل قسم عملت فيه كتاب أي. الكتاب الأول في طلع 2018 وتوا مش نعاودوه مش يخرج توا في آخر ماي مش تخرج النسخة الثانية من 2024 أي 2024 مش تخرج النسخة الثانية خاطر إبيزي هذيك اللي للوقاية تأهيل أمراض القلب والقلب والرياضة لأنه في تونس وفي برشا بلدان تأهيل القلب مش لاقي حظه والوقاية مش لاقي حظها بالكل في العالم وخاصة في العالم الثالث ولذا حبيت نعمل الكتاب هذا باش الناس يعتنوا أكثر بالوقاية وخاصة الأطباء متاعنا باش يعتنوا بالوقاية وتأهيل أمراض القلب وقت اللي عملت له كتاب ما ثم حتى مركز في تونس بس عملنا واحد في ميتيل فيل في تونس جتني البنية دكتورة كبيرة اسمها بسمة عملت مركز توا عنا 4 ولا 5 وفي أفريقيا ما كان ثمش توا عنا 3 في السنغال وعنا 3 في كامرون وعنا 2 في غيني دونك وسعنا بالكتاب هذا وصلنا المعلومة اللي يلزم تأهيل أمراض القلب والكتاب الثاني في القسطرة يعني في الحقيقة أنا وقت اللي كتبت لتحكي 80 متخصصين في العالم كامل والله قلت ثم واحد يقول لا والله لا ثم واحد كلهم قبلوا ثمش حتى واحد كسوا من أمريكا ولا من كندا ولا من سويسرا ولا من ألمانيا ولا حتى واحد. اكيد مع يعني ما شاء الله خاطر عندهم الثقة علمك ومعناها والمعرفه اللي عندك واسمك ونشاحاتك والكل زاد اكيد انه علاقاتك مع الناس دائما تكون حسنه ما عندي حتى مشكله مع حتى واحد لا في تونس ولا البر يا اخي الكتاب هذا خرج وخذا معناها صيت كبير ياسر خذت لي اول كتاب هو ثمش في العالم ما ثمش كتاب اول واحد وبالفرنسويه خاصه
وتوا في كل مركز نتاع قسطرة ولا جراحة تداخلية في فرنسا عندهم الكتاب، وحتى الإخراج نتاعه مزيان برشا كما شفتوا. دونك عندهم الكتاب هذا يا أخي. ثم أمريكي من أصل سويسري يقرب الفرنسوية يا أخي، قرأ الكتاب كلمني في التليفون، وعنده دار نشر وأستاذ في القسطرة وجراحة الداخلية، قال لي نجمش نترجمه. قلت ترجمه توا نترجم في أمريكا. وبما أني عندي مشيت للصين خاطر استدعوني برش مرات، مشيت للصين عملت محاضرات في الصين، في الصين قالوا لي نجموش نترجموه. ما نجمو يترجموه كان من الإنجليزية خاطر ما يخرجوش بالفرنسوية. دونك يلزم يخرج في، وتوا لازم عندنا 40 شابيتر ترجموا 35 قريب. انا قريب يخرج، قريب يخرج في امريكا. وعارف انت اول كتاب فرنساوي نورمالمون في الواقع نحن في فرنسا نترجموا يعملوه الفرنسا الامريكان بالانجليزي، هذا اول كتاب باش يعمل عكس من فرنساوي مش يترجم بالانجليزي. انا ثم هكا ملاحظه صغيره، لاني ساعات نهتم بالامراض القلب نحب نقرا عليهم. الكتب اللي عملتهم دكتور محمد غنام هي للأطباء خاصة، لأنه لغة صعيبة وماهيش للعموم. علاش ما ريناش؟ يعني نحكي لك مثلا على بالنسبة لمداوات القلب بالرياضة، أو الحفاظ على القلب وتأهيل القلب بالرياضة، ما نراوش مثلا مواقع اللي تكون فيها معلومات هكا للمواطنين، للمرضى مثلا، للي يهتم بالموضوع، وتكون مبسطة خاصة في الدول نتاعنا النامية. أنا مش ناخذ كتاب هذاك الواحد ولا مش نقعد نقراه، صعيب عليا، ولكن كم وأي مواطن يحب يحافظ على قلبه ولا عنده مشكل في قلبه يحتاج انه هكا نصايح. انا ريت هكا دي بروشور في على التدخين وعلى كذا، وجابهم لي واحد من فرنسا شفتهم مزيانين برشا، والكل فيهم معلومات هكا دي فلاش، فهمت، حويجات قصيره هكا جمل وتصاور مزيانين، والكل باش يحسوا الناس في اشياء معينه، ولكن بالرياضه وكيفاش باش تمارس الرياضه والى اخره هذه ما شفتش. شوف اول حاجه في الكتاب نتاع اللي ما بقاش موجود توا، فيه برشا حوايج في الرياضه وفي معناها في الوقايه ينجم يفهمها اي واحد. هذه حاجه الاولى. والحاجه الثانيه اللي تحكي فيه يعني نحن مسنا بالحق، والكتاب اللي مش يخرج فيه اللي تحكي عليه انت ممتاز. اللي مش يخرج في ماي توا هذا الكتاب الثالث والرابع مش يخرج في امريكا. هذايا فيه عنا كيفاش تعمل الرياضة وش سالحة الرياضة وكيفاش تنفعك الرياضة وش تنفع خاطر راهو توا الرياضة ماشي سالحة كل القلب راهو توا عنا دراسات تدل وأنه صالح للسرطان زادة. للسرطان وصالح حتى لك أنت معناها في الحياة العادية كي تمشي كي تجري قداش من كيلومتر وتتكلم وتتنفس وتمشي خير من اللي تمشي خطوتين ونقص عليك النفس بالطبيعة. وهذا يجي كم بالرياضة. تعرف في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدراسة الجديدة اللي عندنا باش تخرج الميوسكل سي الميوسكل سي ان اورغان اندوكرين، معناها هو بيدو يخلق دي هرمون اسمها لاميوكين. لي هرمون هذوكم هما اللي يأثروا على لي زورغان نتاع الكل، القلب والرئوي والكل واللي ما نعرفوش قبل. هو كونه يأثر عند ولادنا على الاوسيفيكاسيون، معناها يولي العظم اصح وتكوين العقل. والدراسة هذه بينت وأن في فرنسا على 25 دولة نحن 23 دولة في الرياضة، وقت التلامذة متاعنا يعملوا ساعة في الرياضة كي تشوفهم قداش عملوا البنات عملوا 9 دقائق يجروا والولاد 11 دقيقة.
خطر واحد يجري وكل تخرج فرش دونك مثمش تمام. والحاجه اللي لازم نعرفوها اليوم هو كونه هو كونه نحن نخسيبوه الرياضه وقت الريكرياسيون عند الصغار خساره وقت هو ربح وقت ربح وقت خطر. وبعد وقت اللي يدخل معناه يولي اتنتيف اكثر ويستوعب اكثر ويسكونسنتر اكثر وعقله يتكون بالرياضه. سمعتك مره تتحدث على الندوات في يظلي في امريكا كيفاش كي يعملوا ساعه يخرجوا يعملوا شويه رياضه ومن بعد بعد يقعدوا من بعد يرجعوا باش خاطر انت كي تمشي تجري توا ساعه وبعد تبقى اربع سوايع وانت قاعد تي سيدونتير دونك معناها الديفينيسيون نتاع سيدونتاريتي تبدلت. نحن كي تمشي نجروا نص ساعه ونجوا نقولوا عملنا الرياضه لا يلزم تزيد نهار كامل وانت تتحرك مع ذلك اما اذا سينو عندك خجل سي خجل وشنو اسمه بالعربي خمول عندك خمول وانت راك جريت ساعه في النهار وانت جري ساعه معناها يلزم الانسان يخدم على روحه ويتحرك نهار كامل وديما عنده ما يعمل والكل القاعده في القهوه زاد القاعده في القهوه لا وخاصه توا كي واحد يخرج في القهوه ساعتين ولا ساعه ونص وقاعد في نفس المكان شكون راهو الكوفيد وراهو لنا بصفه كبيره معناها الاولاد خانه صغار غاديك في فرنسا ولوا معناها يدخلوا للسبيطار معناها امراض نفسيه اكثر والانترنت والبورتابل وهذا كل عمل معناها خمول كبير ياسر عند الصغار نتاعنا. وكيف ما قلت لك احنا التحرك هو معناها نافع للعقل ونافع للجسد ونافع للعضلات لازم نشجعوا اولادنا. قبل ما ناخذ فاصل موسيقي نقول لك شنو اللي باش نعملوا من بعد. كيما انت ترجموا لك كتابك للأمريكية وللصينية باش ترجموها للصينية نذكر انه الكتب الاطباء القراوة في مدرسة الطب القيروانية ترجمت للاتينية ومن غادي بدأ الطب. الفقرة الأخيرة باش نرجعوا للقروان نرجع القرآن بعد فصل نرجع القرآن.